طيب هذه الدراسة من الأورثوبيديك بس تعلمنا أنت عشان العظم عندك يكون كويس بالتالي لازم يكون عنده البلاد سبلاي حقه كويس. وش العظم اللي البلاد سبلاي بيقبله به؟ Autogenous graft is the gold standard. This graft provides the most perfect and rapid incorporation of blood vessels. وجدوا طبعا autogenous graft انه افضل شيء بيستقبل الاوعيه الدمويه وتنتشر الاوعيه الدمويه فيه. وجدوا الالوغرافت هو اللي بعده. الالوغرافت اي واحد منهم الكانسلس. الالوغرافت بيجي نوعين من الشركات. نوع بيجيك بلوكس. البلوكس تجي من برا كورتيكال ومن جوا يجي الكانسلس. هذا النوع كان سابقا يستخدم، الان ما عاد يستخدم لسبب انك الانسجه لما تغطيها تغطي البلوك بيكون من برا كورتيكال، فالدم ما بيدخل فيه بسهوله، فبالتالي البلد فصلز ما يعني ما به يسمونه الترويه، ما به تروى وبلد سبلاي ما يكون فيه عالي. سابقا كان يقول لك لا احنا بنحط اللي من برا يكون كورتيكال ومن جوا كانسلس عشان الريزوربشن بيقل. وجدوا الريزلت، سووا في ستدي سوت كومبير الكورتيكال مع كانسلس ثبتوها بمسامير، بعدين جابوا الثانيه كانسلس زي اللي ورانا الدكتور من قبل كلها كانسلس، وجدوا النتائج حقت الكانسلس افضل ان البلد سبلاي بيدخل فيها بسهوله. الدراسه هذه طبعا دراسه اورثوبيديك عملتها، وجدوا زينوغراف of slow it is incorporation and sometimes even not effective at all. And I found this. يعني أنا وجدتها في الحالات اللي عندي بحط زينوغراف بجيله بعد تقريبا 5 أشهر 6 أشهر وأسوي درينج للبون للإمبلانت بيطلع لي فليك بعض البارتكلز ما فيها دم تماما. عشان كذا لما تسوي الإمبلانت حقتك في الزينوغراف بيوب زينوغرافت حتى لو يكون الفوليوم كويس عندك ما تحمله قبل 3 أشهر. لا تحمل قبل 3 أشهر. Easy to lose this implant إذا حملته قبل 3 أشهر. طيب الكونكلوجن حق هذه إن الهايست الفاسكولاريتي عالية في الصدي هذه مع الأوتوجينوس جرافت. الألوغرافت يجي بعدها جود فاسكولاريزيشن. الزينوغرافت فري سلو. الفاسكولاريزيشن طبعا مهمة ليش؟ يكون العظم عندك. طيب احنا تكلم عن الاوتوجينوس جرافت، الادفانتج والديسادفانتج يمكن الدكتور تكلم عنها فانا احاول يعني امشي بسرعه. افضل منطقه قلنا نتكلم عنها هي ان تاخذ البون جرافت حقتك من التشن افضل منطقه. الديسادفانتج انها تحتاج لها الموربيديتي حقتها عاليه، يعني تفتح للمريض منطقتين جراحيه بيتاذى منها، فبالتالي يعني هذه اغلب المشاكل. افضل منطقه تشن، بعد يجي اكستريم اوبليك ريدج. أسوأ منطقة اللي هي التوبوريسيتي، البون حقها كانسلس مرة ما بيفيدك كثير. أسهل طريقة المنطقة اللي حول الزراعة، المنطقة اللي حول الزراعة دائما تقشط منها كمية طيبة جدا، خذ وقتك لا تستعجل، وباكت على الزرعة بعدين نغطيها بأي زينو ورألو بلاستيك جرافت. هذه البلاك اجهزة جرافت بلاك والبارتكليت يا بالشيزل يا في البير في بعض البير. السكشن تيبس دائما السكشن بياخذ معاه سلايفا بياخذ معاه بكتيريا، ودائما الكواليتي حقة السكشن تيب از نوت ماتش جود، لكن احيانا تحتاجها، لكن اي ام نوت بريفير ات حتى ارتكل وايز نوت سبورت تو ماتش. هذا واحد من الكيسز. وي اوبن ذا فلاب وي تيك سمول. ناو دي هذه اي ديد ات لونج تايم اجو. كنا نستخدم البير، الان ما عاد نستخدم البير، نستخدم البيز سيرجري. ات از فيري نايس فيري فاين، يعطيك الكت كلين والريزلت حقته كويسه. فنستخدم البيز سيرجري، اقص القطعه اللي تبغاها، الهيت حقه ما في هيت، بالتالي الان صرنا نستخدم هذه الالوغرافت الالوجرافت غطيناها بزينوغرافت. هذه بعد 4 أشهر، هذه بعد 4 أشهر بعدين وبوت اور امبلانت. اذا تشوف هنا الجرافت حقنا البلاك فري نايس، هذا الزينوغرافت الباقي شوف هذا بعد 4 أشهر ستيل بلاد سبلاي حقه فري لو.
we put our implant and we finish the case. هذا another case. نفس الشيء deficiency اللي ورناها في أول الحالة. أخذنا block graft من الشن وثبتناها حطينا عليها xenograft. هذه alloplastic alloplastic فقط. برضو blood supply حقها أقل. هذا من واحد من الكيسز اللي واحد من زملائنا تكلم عنها البون رينج وبوتت ان ذا ابر ريلي ات از ذا موربيديتي عالي لها المريض وي بوتت ذير اند وي ريلي وي فاوند ديفيكولتي ان ذيس كيس اوكي ذيس از ذا بون رينج بالمناسبه يعني واحد من زملاء سالني عن البون رينج الالوجرافت الفتحه حقتها صغيره جدا بالتالي انت اذا تبغى تحط فور سايز فور حتتكسر الزرعه الالوجرافت فغالبا من الاكسبيرينس حقتي اللي شفتها هي ما تقبل الا 3.2 3.3 ماكسيمم اف يو ار فيري كيرفول يو دو ات تستقبل 3.5 لكن الفور سايز حقها سو ديفيكلت تو دو مانبليتد عشان انت تخليها فور لازم تسوي دريل حتى انت اذا كان ماسك الالوجرافت كويس يحتاج لك اقل شيء ملي الى ملي ونص اراوند الزرعه ما حيظل لك شيء حيظل لك 0.5 ملم وكانك ما سويت شيء فبالتالي انا اللي اشوفه من الحالات اللي شفتها يعني 3.2 ولا 3.3 وماكسيمم 3.5 وي كان بوت ذا امبلانت مع الالوجراف بون رينج هذه الكيسز ثبتناها بعدين غطيناها ثبتناها كانت ثابتة كويسة ما عندها أي إشكالية غطينا المنطقة هذه بألوبلاستيك تراكالسيوم فوسفيت ووجهنا فتحتها تقريبا فور جست ونت تو سي هاو از ماي جرافت كانت ثابتة لكن ما هي ما تحس انها بلد سبلاي ما تحس انها جزء من المنطقة يعني ما انت اللي مرتاح هل هي بتعيش هل ما بتعيش ما بتعرف لان هنا بالذات في الابر الابر كان سلس كله وانا حاط له كورتيكال يعني شيء مكانه غلط لو انا استخدمت كان سلس منطقه ثانيه وحطيتها يعني في مكان ثاني ممكن تاخذها من البلد بس الموربيديتي حقته عاليه جدا انك تاخذ قطعه من البلد وتحطها يعني بينفل للمريض جدا وبالتالي انا كنت احول اني استخدم البون رينج افضل من اني اخذ او استخدم الكونفنشنال ماتريكس الالوجرافت يا فريش فروزن بون يعني دوبا ناخذ من الهيب جرافت يعني لسه فريش موجود في البنك بون بانك وهذا قليل يستخدم في الدنتستري ولا فريز درايد بون ولا ديمرالايز فريز درايد بون ولا روتيتد بون ديمرالايز فريز درايد بون ما حد يستخدمه رغم انه موجود في الماركت بكثره اللي يسمونه منزوع منه الكالسيوم ما بيستخدم لانك لما بتستخدمه ما بيعطيك اي فائده الوحيد اللي بيستخدمونه شوف حق البريوم يستخدمونه في الانفرا بوني بوكت بيجيب لهم شوية ريزلت لكن في البون كرافتنج الريزلت حقته سيئة جدا فأغلب الشغل على فريز درايد بون ادفانتج الوغراف اوستو كوندكتف كنترول كويك ريموديلينج انتو بيشنت اون بون ديسدفانت البرايس افيلابيلتي طبعا أغلب الدول تمنع بيعه المشاكل نقل الأمراض البابرا الوغراف موجودة الماكس جراف أو البورس من زيمر واللايف نت هذا من لايف نت كومباني والجرافتون من باي هورايزن هذه الشركات اللي إيش اللي توفر الالوغراف طبعاً يجي بلوكس بالذات بلوكس فري نايس يعني هو كان يتكلم عن البون بيلدر It's very nice to have bone builder, لكن انك ترسلها وتجيك قصة يعني it is to be practical يعني اكثر عمليين انك احيانا استخدم نفس bone blocks هذه with a screw او اخلص sharp edge واغطي المناطق الفاضية اللي ما بينها اغطيها ببعض الزينوغرافت والالوبلاستيك جرافت هذه لما يجيك في الجي جرافت لما يجيك البون في المنطقة السفلية بالذات في المولر اريا بيجيك انكلاين تحط الانكلاين هذا طبعا هذا كورتيكال ما حد يستخدمه الان المفروض يكون كانسلس كله وتثبته بالاتجاه المعاكس بحيث انه يعطيك من فوق سميك ومن تحت اقل
بالنسبة بالشكل هذا غالبا إذا استخدمته باتي تستخدم لازم مع زينوغرافت لأنه very weak resist المسلز والسوفت تيشو بدها تضغط عليه ما حتستفيد منه كبون جرافت. هذا البوندينج وهذا هذه واحدة من الكيسز استخدمتها باتي المنطقة هنا ديكورتيكيشن عملنا له بعدين حطينا الالو الباتي بعدين غطينا ب اول ما تغطيه الباتي يعطيك فري سوفت فري سوفت بالتالي لما بيضغط عليها الانسجه بيوخر لك الفوليوم عشان تتفادى هذه الحاله يحتاج تضيف لها تحط له زينوغراف تغطيه عشان يعطيك ريزالت كويس. هذا البون بيلدر يمكن تكلم عنها فاول سكبت. وهذا البون رينج هذا البديل حقها الان اللي انا اراه. طيب الزينوغرافت درايفد في البون في المنال فم انيمالز بوفاين وفي غير البوفاين يجي بعض منه نوع منه يجي من الخيول يجي برضو من من الطحالب ويجي من المرجان في عدة أنواع. أفضل شيء مشابه وقريب من الجسم هو اللي يجيك من البوفاين اللي هو من البقري هذا أفضل نتائج وجدوها. مشكلة البوفاين البقري فترة طويلة كانوا بيخافون من جنون البقر مرض جنون البقر اللي بينقله للإنسان فكانوا يتعاملون معه في التريتمنت حقته إنه يرفعون درجة الحرارة حقته واللي يحطونه في كيميكالز بعدين يحطونه تحت درجة حرارة 300 عشان يوخرون كل البروتين الموجود اللي هو ناقل للمرض. بصفة عامة زينوغرافت ايزي ان تتعامل معه هذا لكن على مساحات وكميات كبيرة الزينوغرافت ما بيعطي نتائج ممتازة.